اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تبارك لنا في اعمارنا وفي اهالينا وفي صحتنا وفي بلدنا ويا رب تفضل بلدنا جميله ومستقره واهلها بيحبوها وبيحافظوا عليها. مش عارف ابدا معاكم ازاي النهارده لان الناس قلقانه شويه على موضوع الميه في ناس بتصطاد في الميه العكره يقول لك اصلحنا يعني احنا اللي عاملين كده في نفسينا واحنا السبب في سيبناهم يبنوا السد ودلوقتي احنا بندور على حقنا و والموضوع داخل في ايه في نقاش سياسي حاد لدرجه ان انت ما فيش حد تقعد معاه النهارده الا ويكلمك كانه مختص في الشؤون الري والمياه المصريه وهم الناس عندهم حق يعني في ناس عندها حق طبعا من حقهم يقلقوا لكن الرساله اللي انا طالع اقولها النهارده رساله مهمه هي رساله الثقه في القياده والجيش المصري لازم يبقى عندك ثقه في القياده وعندك ثقه في الجيش المصري وفي قوه وردع الجيش المصري لان دي الحقيقه مفيش حد هيفرط في نقطه ميه يمكن تكون القضيه فيها شوية مشاكل ويمكن تكون القضية متلعبكة شوية لكن عاوزين نقول لازم تطمن نفسك ولازم تبقى مطمئن لأن الميه دي هي وجودنا فما فيش حد هيضحي ويضيع البلد ويخليها تخسر المية أو يخليها تخسر معركة زي معركة نهر النيل لازم تنتبهوا للأمر ده وأنا إذا كنت بتكلم وبوصل رسالة طمأنينة فلازم يكون معايا من هم أهل الخبرة في هذا المجال وأهل الخبرة في المجال ده او القضية دي عشان دلوقتي كله بيقولك احنا ايه خلاص هنروح نحارب بس محدش يعرف تبعات الحرب الحرب مصاريفها كتير قوي هيجي واحد يرد عليا ويقول لي طب مصاريفها كبيرة اكتر من انك تحافظ على مئة مليون مصري انا معاك مهما تكون تكاليفها هي معركة وجود معركة كرامة ومحدش قال ولا يستطيع حد ولا يجرؤ يقول ان هي قضية خاسرة هي قضية ناجحة دوليا وأمميا ودبلوماسيا وعسكريا بكل المقاييس القضية الخاصة بسد النهضة في أثيوبيا اللي أنا ما بعتبروش سد نهضة ده عايز يبقى سد خراب لأن الواضح أن أثيوبيا يعني في تصريح لبعض المسؤولين هناك بيقول لك ان هم هيبيعوا لنا الميه الفايده عنهم والله لا لا والله ده ربنا يديهم الصحه والله يبارك لنا فيهم ده ناس طيبين والله هيبيعوا لنا الميه <applause> شوف حاجه حاجه تحس ان انت في مهزله ولذلك انا يعني على المستوى الشخصي قبل ما اقول على المستوى الدولي او افسر لكم الامر بطريقه تحليليه مبسطه على المستوى الشخصي انا شايف ان هدوء القياده السياسيه وعلى راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ده ان كان يعبر يعبر عن ثقه وعن ان احنا واقفين على ارض ثابته وعارفين احنا بنعمل ايه ويمكن في تصريح تصريحات من السيد الرئيس وفي رسائل وضحت ويمكن الرئيس كان ما بيتكلمش في الموضوع ده كتير قوي يمكن في رسالتين يعني من حوالي امبارح واول مبارح ومن كام يوم اول حاجه ما حدش هيقدر يمنع عننا نقطه ميه دي رساله واضحه واللي عايز يجرب يقرب اللي عايز يجرب يقرب, يقرب يقطع الميه أو يجرب يمنع عننا شوية المية أو يمنع عننا نهر النيل اللي هو في الأساس اللي هو في الأساس ده تاريخ ده منذ آلاف السنين ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعلنا دولة مصب من الدول التي يصب فيها نهر النيل ده تاريخ يا جماعة والفراعنة القدماء المصريين آه كانوا واضحين في هذه في هذه المساله وفي رسائل منقوشه على الحجر في المعابد المصريه بتبين ان الملك بيقول للحراس المصريين في عصر القدماء المصريين فراعنه بيقول لهم الذي يعتدي على نهر النيل بتفسير الجملة يعني روح اقطع ايده روح وقف ولا تجعل احد يقطع مياه نهر النيل ان تاتي تحارب وتقاتل من اجل ده طب ده اذا كان ده تاريخ مشكور هنقول تاريخ لكن الحقيقة اللي انت مش واخد بالك منها ان ده وجود ده حياتنا ده روحنا دي المية أنا يعني معايا مداخلة ألو يا جماعة الإعداد معايا أه سيات اللي اللواء معانا على الهوا ولا لسه؟ طيب اللي هو صبري اللي هو صبري اللي هو صبري رجب يا جماعة لواء أركان حرب ومحلل سياسي وعسكري ومن رجال وقاده حرب اكتوبر المجيده شارك في الحرب انا النهارده بحاول اسمع منه محلل عسكري وسياسي يقول لنا قوتنا العسكريه اخبارها ايه اصلا لو قلت هيقولوا لي انت راجل اعلامي و مستشار انت ما ينفعش تقول اصل انت برضو ما يعني ما, دخلتش في 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 قوه الجيش المصري فانا عشان كده باخد مداخله اللي هو صبري رجب اللي هو اركان حرب ومحلل عسكري علشان اوضح للناس وتبقى في رساله واضحه رساله طمانينه الجيش المصري ده اخباره ايه جيشنا العظيم ده صاحب الـ الـ الانتصارات و... و يعني لديه من الانتصارات في تاريخه ما لم يتخيله بشر احنا حققنا نجاحات في الحروب اللي احنا خضناها مع احترامنا طبعا الحروب مكلفه والحروب بتكلف الدول تكلفات غير عاديه ومصاريف غير عاديه وبيؤثر على الاقتصاد وبيأثر على البورصة وبيأثر على النمو وبيأثر على قدراتنا الاقتصادية الحروب مش سهلة يا سيادة اللواء سلام عليكم سيادة اللواء السلام عليكم الو ايوه في سفارة في الصوت ايوه حضرتك معانا يا سيادة اللواء ازاي حضرتك يا فندم الحمد لله آه منورنا حضرتك في استوديو ضد الفوضى كل عام وانت بخير وبمناسبة شهر رمضان الكريم النهاردة أنا يعني كنت ببدأ الحلقة بتاعتي وبتكلم أن الناس قلقانة شوية أو قلقانة شوية أو زيادة عن اللزوم في موضوع سد النهضة وبيقولوا يعني الجيش المصري أخباره إيه طب إحنا قدراتنا العسكرية هل هنحارب هل ظروفنا تسمح بالحرب هل احنا نستطيع ان احنا نمنع اثيوبيا من ان هي تمنع عننا الميه؟ هل في اشياء يمكن ربما احنا ما عندناش علم بيها وحضرتك اهل الخبره واهل هذا المجال فعاوزين نسمع من حضرتك يعني. اولا تحيات لحضرتك والساده المشاهدين. الله يكرمك يا فندم. اقول لهم جميعا كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانت بخير يا فندم. كل عام بخير الشيء بشيء يذكر بحب افكرهم بالعاشر ان شاء الله على الابواب اللي هي الانتصارات العاشر من رمضان تمام يا فندم البدايه الرئيس عبد الحسين النهارده في اللقاء بتاعه بيقول الخيارات مفتوحه يعني الخيارات مفتوحه ان الموضوع الحرب دي احد وسائل حل اي مشكله لا بين الدول وبعضها ولكن هي اخر وسيله تلجا لها الدوله ليه؟ لان فيها خسائر على كلا الطرفين سواء اقتصاديا في الارواح في الافراد الظروف دي كلها او المشاكل اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بيقول نتعاون ونتجنب اللجوء الى الخيار الاخير وهو الخيار العسكري ولكن كصفه رجل عسكري بحب اقول للشعب المصري اذا اجبرنا على الخيار العسكري وهو ليس لا ليس له جيل لان الميه حياه او موت بالنسبه للمصريين م. فمعنى ان الحياه أو موت يعني اصبح بالنسبه لي ماليش خيار ثاني لكن الدول الثانيه لها بدائل انا ما عنديش بديل ثاني تمام حصل في حرب وسبعين 73 ده بفكر الناس المصريين بيه اللي حصل والبطولات اللي اجبرت وزير الدفاع الاسرائيلي يقول انا الجانب بتاعه المفاجاه بتاعته كانت الجندي المصري المقاتل المصري المقاتل المصري يمتاز بالروح العاليه جدا والدفاع الفدائيه والدفاع عن العرض والارض فما بالك بالميه اللي هي حياه او موت الشعب الفرد المصري ده ابن الشعب المصري والشعب بيقف وراء القوات المسلحه وهو خريج هذه التربيه وهذه القوات المسلحه المصريه حاليا في موقف عظيم جدا جدا لو جينا نقول القوات البحريه مصنفه عالميا ترتيبها السادس عندها احد فرقاطات اسطول البحر المتوسط أحمر حاملات الطائرة الاثنين عندنا قوات الجويه من اقوى قوات الجويه حاليا الموجوده الرافعه اللي جت الفرنسيه لماذا بيصل حوالي 3000 كيلو يعني تغطي مساحه ممكنه عندنا قوات صواريخ اللي هي بتصل حتى 1200 كيلو عندنا قوات مسلحه مدربه مع جميع الدول الاخرى بالاتحاد بالدول المتخلفه سواء دول عربيه او اوروبيه او أبنستية. كل كل معانا تدريب مشترك عندنا التدريب البحري قوات جويه ومنظومه صواريخ عندنا قوات مسلحه كفرد بقى وكضابط تخطيط اللي شفناه دلوقتي في السودان ان سور واحد بيتم تدريب ما بين القوات المصريه والقوات السودانيه على الانشطه المختلفه اللي تخدم او تؤدي الى الهدف اللي هو الوصول اللي هو تدمير السد يعني اذا كان لا بديل عن الحرب يبقى لا بديل عن تدمير السد ودي حاجه خيار نهائي ما فيش قدامي وسيله ثانيه يا 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 حياه يا موت طيب انا عشان اكون جاهز هذا الموضوع طبعا الخيار مطروح العالم او القوات العسكريه في العالميه بتراقب وتعرف مين هي القوات المسلحه المصريه مين كفاءه المقاتل المصري اللي عمل اللي تم في حرب اكتوبر 73 وفي العاشر من رمضان اللي اكبر دول العالم العسكريه بتدرس حتى الان عن البطولات عن التخطيط عن شجاعه الجندي المصري عن بطولات القوات المسلحه كظابط وفرد الانجاز اللي, اللي عملوه في الحروب ده ده حول لاثيوبيا للشعب الاثيوبي راجع القياده بتاعتك اللي هتؤدي الى التهور اللي هتؤدي انت الخسران اذا كانت هناك دول اخرى بتأيد هذا الموضوع وبتدفع اثيوبيا الى حافه الحرب فلا بديل عن القوات المسلحه المصريه والسودانيه بالتعاون التعاون المشترك وشفنا رئيس اركان القوات المسلحه المصريه والسودانيه في التدريب الختامي لنصور اثنين في السودان مع قوات الخاصه الثلاث تسعات ودي قوات مدربه تدريب خاص اعلى تدريب موجود قوات مسلحه عشان تحقق أي مهمة في أقل وقت وباعلى كفاءة قتالية بتتم فيها <applause> الشعب المصري ما تقلقش على القوات المسلحة ولكن خليك في ظهر القوات المسلحة بتاعتك تعاون مع قوات المسلحة يد بيد إن شاء الله القوات المسلحة هتحقق الهدف وهتأمن لك نقطة المياه مش هتروح من المصريين زي ما قال الرئيس عبد السيسي مش هيسمح بنقطة المياه دي خط أحمر بالنسبة للمصريين. <applause> جربنا هذا كان خط مسلحة جربتها الشعب المصري جربها في الرئيس عبد السيسي لما قال بالنسبة لليبيا سرت الجفرة خط أحمر انتهى الموضوع مجرد انذار فقط لا غير لان مين هي قوات المسلحه المصريه المصنفه عالميا بكفائتها وتحديثها كتسليح كتدريب كتخطيط كتنفيذ كشجاعة طيب. الجندي المصري اللي هو موجودش غير حد تاني بس يا إما الشهادة أو النصر ده إشعار قوات مسلحة الشهادة أو النصر عشان نحقق الهدف بتاعه فأنا طيب. بقول أنا... للشعب المصري سقف قواتك المسلحة 100% وخليك وراه وإن شاء الله مش هيحصل حاجة وهتحقق الهدف بتاعه طيب بالنسبة حضرتك للتحالفات الدولية إحنا أعضاء في حلف الناتو وأعضاء في بعض التحالفات الدولية هل تعتقد أن التحالفات دي أو بالنسبة للتحالفات العسكرية أو الدول المجاورة هل في هناك تضامن من بعض الدول معانا للحفاظ على قطرة المياه المصرية؟ حضرتك المصري ان الدول المجاوره كلها رئيسها السيسي المسار السياسي لم يترك فيه اي ثغرة او اتجاه الا لما تتبعه الاتحاد الافريقي دخل الدول الافريقيه كلها عارفه هذا الموضوع وتم عن طريق وزير الخارجيه المؤتمرات مع الدول الافريقيه بالكامل والاتحاد الافريقي تولى هذا الموضوع ولم يصل الى قرار فالدول الافريقيه متفاهمه الخيار المصري والموقف المصري والحق المصري فيها وبالتالي انا لما ألجأ العسكري الدول متعاطفه معاه لان انا لا بديل قدامي يعني ما هو البديل ايه يعني عن المصري ان هو يا يموت يا يا ما فيش حل تاني فاصبح الدول المتعاطفه الدول العربيه بتايد هذا القرار السعوديه الامارات الخليج كل الدول بتايد القرار المصري الدول الافريقيه أيوة بس, بس خلينا 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 نتكلم من ناحيه سياسيه ست اللواء الدول اللي حضرتك بتقول عليها الدول الخارجية الدول الخارجية دي للاسف الشديد عندها استثمارات بالمليارات في في, في, في اثيوبيا هو انت معك حق طبعا الشخ الاقتصادي له دخل في هذا الموضوع ولكن انا كرجل عسكري من وجهه النظر العسكريه بتاعتي بقول ايه؟ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيترك الخيارات وبيتعاقد مع الدول السياسيه وزير الخارجيه يمكن ما خلاش عن جيده اي مشروع بيتجه فيه واي حوار بيديره على جميع الدول بالكامل والشعار ان دي اخر وسيله آخر لحظه النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول إيه؟ ان الخيار العسكري اخر خيار نلجا اليه، الخيار قدام السياسي. ف... فالدول... كل دوله لها ظروفها الاقتصاديه، ما اقدرش انا اجبر الدول اللي دي حاجه ترجع لقرارها او لتخطيطها او هي انما انا كمصري مش قدامي غير خيار واحد اللي هو كرجل عسكري لا بديل عن الميه للمصريين ما عنديش بديل اخر قدامي الشيخ السياسي بيتفاوض فيه قطاع الناس المسؤولين او السياسيين في هذا الموضوع طيب يعني بمناسبه ان حضرتك معانا في مشهد 6 اكتوبر 73 وبمناسبه ان حضرتك شاركت في في الحرب المجيده دي الجند المصري كان قدراته العسكريه ايه وقدراته البدنيه وقدراته الروحيه في هذه الحرب عشان دلوقتي بتاع حضرتك الجندي المصري في حرب 73 دي كانت سيمفونيه عسكريه لم تت... لم يعني لم يحدث على مدار التاريخ مثل هذه المعركه تماما او هذه الحرب اطلاقا لماذا لان يعني كان فيها تناغم بين جميع افراد القوات المسلحه الجندي الضابط السلاح الشعب كل عناصر الدوله كان فيه سيمفونيه تعزف ولذلك ما زال العالم بتدرس حتى الان في جميع المعاهد العسكريه تخطيط تنفيذ تدريب تنفيذ في اقل زمن خط بارليف اللي قالوا عنه هو احتاج اسلحه رهيبه سلاح عند المهندسين الروسي والامريكي يكفي اقول لك ان في خلال 6 ساعات في خلال ست ساعات كان على الجانب الشرقي لقناة السويس اللي هو الخط برليف اللي اتكلموا عنه كلام كبير جدا ومحصر وخلافه والالغام والبتاع اللي هو اللي والنبال من شاطئ الميه اللي هتحرق كل ده في ظرف ست ساعات سقط هذا الخط تماما وكاننا في البر الشرقي حوالي من 10000 جندي وضابط ومعدات بتاعتنا بمعداتها بالكامل دل على شيء دل على ايه؟ على تدريب وكفاءه الجندي المصري يكفي الجندي المصري واحد اسمه عبد العاطي اللي هو دمر للعدو 27 دبابه وده ما حصلش يكفي ان الجند المصري هو اللي رفع العالم بتاعه على اول نقطه في القنطره ما حصلش قبل كده م. يكفي ان الجند المصري كان عندك 700 قارب بيعبر القناه في لحظه واحده كل دول بيواجه الثغره او بيواجه الدانه بتاعه خط برليف بجسمه فالجندي المصري مدرب تدريب على المهمه بتاعته على اعلى مستوى لدرجه ان ديان وزير الدفاع لما سالوه ايه اغرب حاجه في حرب اكتوبر؟ قال لهم حاجه واحده بس الجندي المصري لم توقع ولم يشاهدوا بهذا الجراءه. تمام. احنا والله يعني نفسنا ان شاء الله ان حضرتك تشرفنا معانا في الاستوديو وكنا نحبذ ان حضرتك تبقى معانا. ولكن طبعا أنا يعني تشرفت بالمداخلة وهذا الاتصال الجميل آه وهذا التحليل المبسط في رسالة طمأنينة للشعب المصري أنا بشكر حضرتك يا اللوى. سيادة اللواء سيادة اللواء أركان حرب صبر رجب من قادة والذين حضروا حرب أكتوبر المجيدة متشكرين جدا يا سيادة اللواء للمداخلة الجميلة دي شكرا يا فندم وتحياتي لحضرتك يا تحياتي لحضرتك كل عام وانت بخير طيب حاولنا ان احنا نبسط لكم المشهد علشان في بعض الاصوات الخلفيه ما عندهاش الفكر ده ما عندهاش العلم ده يقول لك اصل الجيش المصري بيعمل مكرونه اصل الجيش المصري عنده بيعمل مزارع اسماك ما عندوش فهم ما يعرفش يعني ايه جيش مصر ما ينفعش يعرف ولا يعرف القصه دي فانا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى مشكورا هكون معاكم في هذا التحليل المبسط وبستاذن الاستاذ وليد في فاصل بسيط ونرجع تاني ورجعت لحضراتكم تاني أه حبيت اوصل أه رساله طمانينه مع سياده اللواء اركان حرب أه صبر رجب يا رب تكون وصلت لكم احنا جيشنا الحمد لله عندنا ثقه في قيادتنا المصريه عندنا ثقه في الجيش المصري وهفكركم بس بحاجه بسيطه كده يعني اللي يقول عليا بقى صوفي متصوف احنا انا بعشق قلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بفضل الله يعني من غير قلى البيت مالناش قيمه عشان تريح دماغكم يعني في مصر بالذات انا بفتكر معاكم دعاء السيده زينب بنت رسول الله اخت سيدنا الحسين السيده زينب لما جت مصر واستقبلوها وسيدنا العباس قال لها هتروحي على فين شويه فكرت في اليمن شويه فكرت في دمشق قالت روح في دمشق التي يعني فيها عدوي ولا روح العراق التي قتل فيها ابي واخي المهم ايه استقرت انها تروح مصر فلما جت مصر عارف ايه اللي حصل معاها الناس خرجوا متلهفين لاستقبال ال بيت رسول الله فالسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ستنا وأمنا قالت جملة جميلة جدا في دعاء أنا بفكر به المصريين ليه عشان أطمنهم وأقول لهم إن مصر محفوظة مصر محفوظة شئنا أبينا اختلفنا أي حاجة مصر محفوظة مصر هتفضل محفوظة لأنها كنانة الله في أرضه طب حاجة تانية مهمة عايز أقولها قبل ما أقول لكم دعاء ستنا زينب نهر النيل ده سيدنا النبي شافه في رحلة الإسراء والمعراج هل تتوقع هل تتوقع حضرتك إن نهر اتشاف خارج المجرات وخارج الأبصار وخارج الأفئدة اتشاف من فوق سبع سماوات برؤية سيدنا النبي في رحلة الإسراء والمعراج شاف نهر النيل يجري هل تتوقع أن هو ينقطع عمره ما هينقطع هل تتوقع أن هو يتوقف مش هيتوقف لأنها أنهار تأتي من الجنة وعلى فكرة سيادة الرئيس النهاردة قال هذه الجملة قال أن دي أنهار ربانية دي ما بتاعت ربنا محدش صنعها ده هو ربنا سبحانه وتعالى الكريم بيتكرم على عباده بيها طيب أنا برضو معايا سيادة النائب العظيم عصام العمدة على الهوى وبتشرف بيه يا سيادة اللواء الجميل أهلا وسهلا إزاي معاليك يا فندم الله يبارك فيك إحنا بنتشرف إن حضرتك معانا على الهوى وما لقيتش اختيار أفضل من إن حضرتك تكون معايا على الهوى في موضوع طبعا حضرتك عارف ان انا هكلمك عن الصراعات الثأريه في صعيد مصر. للاسف يا للاسف والله طب انا بس الاول بشيد بكلام حضرتك مصر محروسه واحنا ورا القياده السياسيه طبعا السيسي نعم وتحيا مصر تحيا مصر واحنا كلنا جنود آه في في جيش مصر يعني كلنا والله ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه والصعيد بيتشرف ان ان النائب احد النواب الشرفاء المحترمين سياده اللواء عصام العمده اللي بيكون معانا على الهواء دلوقتي وانا اتمنى ان حضرتك تقتحم ملف الثار في الصعيد لان كل يوم تحدث وتحدث وبتحدث جريمه بشعه للاسف فعلا يا الله احنا للاسف دي عادات وتقاليد للاسف في المجتمع الصعيدي تحديدا وموروثات من بدري ربنا يقدرنا سبحانه وتعالى بتكاتف الحكومه معانا ان احنا نحاول نوصل لحلول جذريه بحيث ان احنا نغير المعتقدات والتقاليد دي لحاجات كويسه بحيث ان احنا بدل ما نهدم الروح البشريه ربنا سبحانه وتعالى يعني الهدم الكعبه اراقه الدماء يعني من ان احنا نهدم الكعبه وربنا سبحانه وتعالي قدرنا مع بعض الشخصيات المحترمه اللي زي حضرتك وزي مشايخ الازهر ورجال الاوقاف ورجال الحكومه ان احنا نقدر نوصل لحلول لهذه المشكله الغويطه للاسف والعميقه اللي موجوده عندنا في الصعيد للاسف يعني. ده يعني حسب معلوماتي وحضرتك معايا على الهوا ان بتبقى المشاكل ابسط مما تتخيل يعني على 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 رويه ارض، واحد بيروي ارض فالتاني روى قبل منه اصل مش عارف التاني يعني حاجات بسيطه تراق فيها دماء مصريين محترمين ويعني مش عايزين نقول يعني من كبار عائلاتنا في الصعيد للاسف للاسف بقول لحضرتك للاسف بتبقى الحاجات المشاكل بسيطه ابسط من كده كمان ده ممكن يبقى واحد معدي على واحد ما قالوش سلام او بصله بصه يشعر ان مثلا ده فيها ازدراء للراجل ده بيبقى بيحصل فيها خصومات وبيحصل فيها دم وبيحصل فيها للاسف للاسف في حاجات بسيطه جدا يعني للاسف احنا بدل ما ندور على ان احنا ازاي نبني مصانع ونبني مع ال... مع, مع القياده السياسيه نبدا نبني مصر جديده ومصر حديثه ما الحاجات الجاهليه اللي احنا بنتكلم فيها اه ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا سبحانه وتعالى مع الحكومه ان احنا نوصل ل... ل... لحاجات نقول جذريه تقنع الناس برضه لان الناس برضه عندنا الموروثات دي قديمه جدا وربنا يقدرنا سبحانه وتعالى وحضرتك معانا ان احنا دليل الشرف على هذه المشكله الغويطة العميقه جدا في طب, المخصوص طب, المخصوص طب يعني انا انا ب... يعني بستاذن حضرتك وحضرتك نائب في البرلمان آه وربنا يوفقك ان شاء الله وتكون يعني آه يعني رمز لنا في الصعيد آه آه فوق ما تخيلاتنا انا عايز الموضوع ده وبستاذنك على الهواء ليه ما يبقاش فيه يعني طلب احاطه في البرلمان آه بعمل لجنه عليا م... م... يعني واخد بال حضرتك؟ لجنه قوميه تنزل الصعيد ده توقف الدماء دي. انا استاذنك انا عملت حاجه في انا عضو في لجنه الامن القومي. اه عملت طلب او مش طلب رغبه ان كتبت صعيد بلا صعب وقلت برضو من الحاجات اللي انا بتمناها ان احنا كشرطه زي معلش يعني ها انا ضابط شرطه اه بس انا بالتي آه اتبع على ضباط الشرطه ان ممكن في مركز ومحافظه كل مركز ومحافظه يبقى واحد مسؤول آه من آه من المديريه مسؤول عن عدد المصالحات اللي بتتم في المركز او في في القريه دي آه كم مصالحه ضابط مسؤول ان هو عمل كم مصالحه في الشهر زي ما احنا بنظبط قضايا اه موضوع قضايا المخدرات اه مخدرات مخدرات أو السلاح, السلاح, أو السلاح اه ليه لا ان احنا ما نعملش عملت قد ايه مصطلحات وبعد كده خلي بالك ممكن آه الافراد بتاعت بلدنا برضه آه واجهة عام في الصعيد ممكن يبقى يعني بالبلدي كده ممكن يتكسر لحاكم اكتر ما يتكسر للجنه المصالحات يعني ممكن لو حد من ضباط مثلا بعثوا له قال له معلش عشان خاطري ممكن نعدي في حاجات بسيطة جدا تعدي والله 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 وحضرتك معاه الهواء كده يمكن انت حضرتك قريب القلوب الصعايدة زي ما انا منهم وانت منهم الصعيدي بالرغم من أنه هو بيحافظ على كرامته قوي قوي لكن قلبه ابيض طبعًا،, طبعا يعني طبعًا، طبعًا. يعني يعني ممكن ممكن اذا 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 وصلنا الى مرحلة الاسترضاء والعتاب وتضافر الايدي متهالي ممكن تقف الدماء دي ممكن احنا احنا ربنا يدينا عمر انا عامل يوم الجمعه دي لا الجمعه اللي بعديها ان شاء الله مؤتمر كده وهنجي فيه بعض رموز اهالينا من مراكز المجاوره وقريه بني محمد آه. آه ونطرح الفكره ونطرح نشوف ازاي نراضي بعض الخصومات السعريه في يليت ممكن يليت يا ريت يا ريت يا الافراد بترتضي بحاجه اسمها تغريب وفي حاجات او ممكن يدخل بكفن يعني بيراضي القتيل مثلا اللي عنده قتيل يعني ممكن ندخل عليه اهليه القاتل بكفن في حلول كثيره ممكن ربنا يسهل لو لو الناس ساعدونا في الجزئيه دي والدوله الحكومه تساعدنا في هذه الجزئيه وربنا يكون ليك سبب انت حضرتك, حضرتك نائب البرلمان مش محتاج مساعده ده, ده احنا اللي عاوزينك تساعدنا <applause> <applause> احنا ربنا يقدرنا والله ومع زمايلنا في البرلمان برضو نحاول نعمل نعمل حاجه لوبي كده مع بعضينا كصعيده ندخل مع السيد وزير الداخليه ونطلب منه شويه طلبات ربنا يقدرنا فيها ان شاء الله طيب بمناسبه ان حضرتك معايا وعلى اخبار حياه كريمه ايه في بني محمد؟ في الصعيد يعني في الصعيد احنا كنا احنا للامانه هذه المبادره سيد الرئيس لمس وطبطب على الناس الجلابه في جميع المراكز والقرى بتاعت الـ الـ هي هي وصلت عندنا في ابنوب وفي في بني محمد؟ بالظبط اه في حاجات حصلت بقى على بقى على ارض الواقع؟ اه, آه مع النائب ثلاث مراكز ثلاث مراكز اه, آه. 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 آه الساحل شريف والفتح وابنوب الثلاثه في حياه كريمه للاسف البدري خارج يمكن في المرحله الثانيه لكن قرية بني محمد من يعني عشان اطمنك برضه قرية بني محمد من عشان ما بقاش انا بدعو لبني محمد تحديدا لا هي المركز <applause> كله ان شاء الله لكن حياه كريمه وانا بشكر الحكومه بشكر السيد الرئيس في الجزئيه دي بالامانه وربنا سبحانه وتعالى ندعوه ان هو يعمل زي الافتتاحات العظيمه في المصانع على مستوى الجمهوريه يعمل يعني لنا مصنع كويس كده في اسيوط في الشرق كمان تحديدا يبقى حاجه حاجه ربنا يكرمنا بيها يعني ان شاء الله يا ست اللواء معالي النائب اللواء عصام العمده انا يعني صعيد بيتشرف ان انت ابن من ابنائه وان حضرتك نائب في البرلمان احنا ننتظر من حضرتك ما لم يحدث من سنين إن شاء الله. الله فاحنا ان شاء الله يعني وحضرتك معانا كده وانت يعني رجل لك كل الاحترام والتقدير منتظرين اخبار ساره عن صعيد مصر ان شاء الله باذن الله وربنا يقدرنا سبحانه وتعالى ومشاكرين لحضرتك ومشاكرين لاستكبتتنا بحضرتك شاكرين يا سياده اللواء يا سياده النائب العظيم مشكرين لحضرتك مشكرين كان معانا سياده النائب اللواء عصام العمدة النائب بالبرلمان عن صعيد مصر وخاصه عن آآ دائره آآ ساحل سليم وابنوب و... 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 ومنطقه ابنوب وبني محمديات أنا يعني نفسي ويمكن كتير جدا من الصعيدة يعني يمكن عشان أنا صعيدي شوية فالأمور إيه يعني مع احترامي طبعا أنا بحب أي حد في أي حتة في مصر ولكن الصعيد محتاج شوية اهتمام وبالفعل الدولة متوجهة توجه قوي جدا فعليا مش كلام الصعيد يا جماعة معادلته صعبة مش أي حد يعرف يتعامل مع الصعيد ويمكن اللي اشتغلوا في الصعيد عارفين الكلام ده والصعايدة نفسهم عارفين الكلام ده وأهلنا في الصعيد عارفين الكلام ده الصعيد معادلته صعبة ممكن واحد يبيع أرضه ويجوع عشان يشتري سلاح ياخد بيه طاره من اللي يموت واحد من أهله موضوع صعب جدا وموضوع قديم وموضوع للاسف يعني حتى من النواحي الامنيه في يعني مش هنقول في تقصير لا يعني الامن حتى هذه اللحظه لم يستطيع السيطره على الصراعات الثاريه في الصعيد لازم نقتحم الملف ده الملف ده مهم جدا ليه لان في شباب بتموت في اهالينا لهمش ذنب بيموتوا ما هو واحد راح ياخد طاره من واحد اصل ده موت مثلا يعني موت ابوه او موت خاله او موت عمه فتلاقي التاني رايح يجيب ناس راح ياخد بطاره من ابن ابن مش عارف قريبه اللي هو مش عارف يطول التاني تاني هربان تحس الامور بتتفرع وناس بتموت وبتراق دماء على الارض وعلى فكره الشابت اللي عصام العمده لسه قايل الجمله دي والجمله دي سيدنا النبي قالها الروح عند ربنا أعظم من الكعبة الروح النفس دي ولئن تراق نفس في سبيل الله أعظم من الكعبة يعني إراقة الدم عند ربنا والعياذ بالله الروح دي غالية والنفس دي غالية أغلى من الكعبة اللي احنا كلنا بنتمنى نروح نشوفها ونطلع عليها ونبوس الحجر وكل يقول لك يا رب نروح نزور ون... ونكون خدامينك عند عند الكعبه. الكعبه اللي انت بتتمنى تروح تزورها دي العظيمه دي قبلة المصلين وقبلة المسلمين في العالم وافضل بقعه على وجه الارض النفس البشريه افضل واعظم عند ربنا منها. شوف التقييم عشان كده عاوزين نحافظ على الدماء عايزين نحافظ على اولادنا عايزين نحافظ على اهالينا لازم نقتحم هذا الملف اقتحام بكل قوه ومعانا نائب قوي اللي هو عصام العمده كان رجل شرطه من الرجال الشرفاء قوي في مكانه عضو برلمان يقدر يحرك الدنيا هناك ان شاء الله والصعايده الرجاله معاه ونوقف الدماء شويه نوقف الصراعات الثأريه دي يا جماعه مش هنفضل طول حياتنا نقتل في بعض مش هيرضي ربنا فيعني نحاول نوقف الدماء شويه ونحاول نبقى عندنا شويه يعني فهم للحياه ونعفو لان العفو من شيمه الكرام هو انت النهارده لما بتعفو ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيعفو عنك وبيكرمك وبيصلح حالك محتاجين يعني أنا عارف إن الموضوع صعب شوية على بعض النفوس وأنا واحد منهم يعني موضوع إن أنت تعفو ده ده ما بيبقاش مع أي حد ده موضوع محتاج تدريب ومحتاج واحد ربنا مديله موهبة الفهم وموهبة الفقه وإن هو يبقى يعني عارف يعني إيه يعفو وإمتى يعفو لأن خلي بالك العفو ده ما بيبقاش عند أي حد ده بيبقى عند الكرام عند الناس اللي ربنا من عليهم بقدرات خارقة اه والله العفو ده مش اي حد مش اي حد يعفو ليه لان طبيعة النفس البشرية طبيعة مش مهذبة طبيعة مش مؤدبة كل واحد يقول لك حقي تيجي تقف في مصلحة حكومية فتلاقي طابور مثلا تلاقي ست كبيرة عاوزة يعني ست كبيرة مثلا على عكاز ولا على كرسي متحرك وعاوزة تقضي مصلحتها في بعض الأحيان تلاقي واحد يقولك دخلوا الست الكبيرة دي مثلا واحد من اللي واقفين الست دي يعني عشان كبيرة نقدمها يجي واحد يطلع تاني يقولك أنا مالي يا عم قدمها مكانك فتلاقي الاختلافات تلاقي مفيش رحمه عندنا في بعض الاحيان تلاقي الصراعات في كل الاماكن وفي كل حته ليه؟ لان احنا ما تربناش على العفو ما تربناش على التراحم فيما بيننا يقول لك انا مالي انا مالي يا عم انا مالي يا سيدي كل واحد يشوف مصلحته كل واحد يعمل اللي على مزاجه هو ده اللي احنا ماشيين فيه وللأسف وده اللي أنا عايز برضو أتكلم فيه يعني البيوت زمان كانت غير دلوقتي بيوتنا زمان كان بيوت حاجة تانية خالص يمكن لو أنتوا تفتكروا معايا مشهد الـ الـ الفنانة عبلة كامل في مشهد كانت بتعبر عن الحال المصري لما بتقول للأستاذ الفنان نور الشريف رحمة الله عليه أما بيقول لها الغوايش بتاعتك راحت بتقلع له الغوايش بتاعتها وبتقول له خد يا عبده هي دي الام المصريه بتاعت زمان خد اقضي بيهم حاجتك وانا ربنا يكرمني وتجيب لي احسن منهم النهارده الستات مش زي عبله كامل في, في التمثيليه دي الستات النهارده لو تقدر تعذب جوزها تعذبه لو تقدر تدوس عليه تدوس عليه لو تطلع تقل ادبها عليه تقل ادبها ايه ده؟ ماذا يحدث في المجتمع المصري؟ ايه اللي بيحدث يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل في حياتنا؟ حياتنا بقت متشقلبه النهارده تلاقي الشباب همه التيك توك، ماشي انا معاك يا عم مفيش مشكله افرح واتبسط بس انت فين من القضايا المصريه؟ انت فين؟ يا طالع تعمل تيك توك، انت بتشتغل؟ بتعرق؟ بتتعب؟ بتصلي الفرد بفرضه بتحافظ على اهل بيتك؟ ولا هو انت عاوز تبحث عن الشهره؟ وتقول اصل يا ابني انت عندك قضايا خطيره. مصر ممكن تعطش. عندنا قضايا في غايه الاهميه. عندنا احوال متغيره كل يوم وانت مركز في التيك توك ومركز في الفيس ومركز في الواتس في ومركز في اشياء ولا هتنفع ولا هتضر انت بتبحث عن الشهره مش بتبحث عن ملف ينفعك امام الله يوم القيامه ركز يا حبيبي انت وهو ركزوا ركز يا ماما ركزي القصة مش مش موبايل قاعدة بتلعبي عليه و و, و, و وتاكلي كذا وتلبسي كذا وفلانة جابت أنا أجيب زيها وفلان جاب أجيب زيه أصل هم سكنوا في التجمع وإحنا لسه ساكنين مش عارف في المعادي حاجات غريبة تحس إن المجتمع المصري ده ما يحدث فيه رحمة من ربنا اللي بيحصل فينا ربنا رحيم بينا اه والله احنا مش مقدرين النعم اللي ربنا اعطاها في مصر محدش متخيل كلنا مركزين في تفاهات كلنا مركزين في افشال بيوتنا كلنا مركزين في ضياع اولادنا تطلع واحده مع بنتها على التيك توك والله شفت المشهد ده بس ضحكني يعني بتقول ايه بتقول انا بنتي مؤدبه وبتقدم محتوى كويس ملكوش دعوه طب يا بنتي يا فرحانه ببنتك انت دي اللي هي بتقدم محتوى دي اللي انت فرحانه بيها أوي وهي بتقدم محتوى وملكوش دعوه وبتلبس لبس محترم انا هقولك على حاجه هي بنتك دي يعني ربنا يبارك لك فيها طبعا احنا مش ضدها بس احنا عاوزين نفهم يعني هي يعني بنتك دي خلاص كده هو ده حالكم ان انتوا تطلعوا على التيك توك و و و وتتشهروا وتاخدوا فلوس مثلا من الـ من الـ من البرامج دي او مثلا من التطبيقات دي هو ده هو ده هدفنا في الحياه هي دي حياتنا هي مصر هتبقى كده كان زمان البيوت عمرانة في بركه كان زمان في رجاله بتحكم البيوت البنت ما تخرجش من بيتها الا وهي لابسه لبس محتشم البنت صوتها ما يعلاش الاولاد متربيين ساعه الصلاه يروحوا يصلوا بيذاكروا في وقت المذاكره بيلعبوا في وقت اللعب هو ده المجتمع الناجح انت لو رحت الدول الاوروبيه او رحت المجتمعات الغربيه هتشوف نماذج مشرفه عشان كده دول تقدموا عشان كده هم عدونا في الانسانيه اه والله هم عدونا عارف ليه؟ ما عندهمش الصراعات النفسيه اللي عندنا ما عندهمش الغيره والاحقاد اللي ماليه حياتنا هتلاقيهم حتى مثلا في التيك توك او في التطبيقات الـ 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 المتعدده في 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 السوشيال ميديا وعلى الانترنت وكده هتلاقيهم حتى محتواهم اللي بيقدموه محتوى ابداعي محتوى بينفع المجتمع مش محتوى مش مح مش محتوى تقليدي ولا محتوى آه اسفاف ولا محتوى اباحي ولا محتوى آه يدعو الى الرذيله عشان كده المجتمعات دي نجحت وارجع واقول لك عندنا الو؟ الو ايوه الو الو معانا مداخله يا جماعه طيب الو ايوه فندم انا بخش في جرس شغال مش عايز يفصل يا فندم اتفضل مع حضرتك معاك فندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير كل عام وحضرتك بخير حضرتك بخير انا بشكرك اول حاجه على البرنامج الجميل الهادف الله يكرمك اتمنى من اللي انت تفتح لي صدرك ان البرامج على قناه الصحه والجمال انا بشكر رئيس مجلس الاداره اول حاجه وصاحب قناه الصحه والجمال على اللي هو بيطلع برنامج جميل زي ما برنامج حضرتك ونرجو من سيادته ان جميع برامج الصحه والجمال تكون برامج هادفه تقدم محتوى يليق بالمواطن العربي والمواطن المصري مثل برنامج معاليك شكرا انا انا بتمنى من, من الساده المشاهدين انهم يتابعوا البرامج المحترمه اللي بتقدم حاجه للشباب والنساء والاطفال تليق بكل المجتمع المصري المثقف الفاهم. نرجو من رئيس مجلس اداره قناه الصحه والجمال عدم طلوع اي برامج لا تليق بالمواطن العربي والمصري. انا يا فندم مقدم برنامج ابن البلد على نفس القناه دي. شكل لذوق حضرتك. شكل لذوقك واهتمامك. شكر يا استاذ مشكل. طيب انا عاوز برضو اوجه رساله وانا على الهواء اهو معاكم مجلس اداره قناه الصحه والجمال بالفعل لن تشاهدوا في قناه الصحه والجمال بعد هذا التوقيت الا البرامج الهادفه التي تحتوي على محتوى محترم وهادف التي تحتوي على نماذج مشرفه وده دي سياسه القناه بالظبط عشان نبقى برضو واضحين من يومين احنا بنتشرف ان احنا تحت قياده جديده في قناه الصحه والجمال وان شاء الله آه كلام الاستاذ عمر بنشكره على هذا هذه المداخله الجميله بالفعل هتشوفوا ان شاء الله باذن الله محتوى آه يعني آه يليق بحضراتكم ويليق بالمشاهد المصري ويليق بالمشاهد العربي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى وان شاء الله هيكون في طبقا للمواثيق والمعايير التي ينص عليها مجلس الاعلى للاعلام باذن الله سبحانه وتعالى هيكون محتوانا آه هادف محتوانا محترم آه ويا رب يعين الاداره الجديده لقناه الصحه والجمال ويا رب نشوف بلدنا كويسه في كل حته مش في مش في قناه الصحه والجمال بس في كل القنوات يكون في اعلام هادف الناس تـ 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 نشبع اراده الناس نطمئن الناس نفرح الناس مش نفرجهم على اسفاف الناس تعبوا الناس محتاجه تشوف حاجه تفرحهم تطمنهم مصر فيها نماذج مصر فيها نماذج محترمة مصر فيها نماذج مشرفة إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ويوفقنا ويوفقكم وكل عام وحضراتكم بخير واللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان أشوفكم على خير وكل وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته